تما الانسان بعدا كيصرى له ضغوطات الداخل دير لك سلبيات في حياتك دينار وهذه الامور جايه يؤدي الانسان شي يروح يتاخذ ويحوس على طبيب نفسي. وفي المجتمع ديالنا يا اخي الكريم المجتمع ما يسمعش. ديسيديت باذن الله واحد يشوف طبيب نفساني وراحت البال ما تنشرب بالمال خويا العزيزة. التوتر والضغوط النفسية أضحت جزءا من حياتنا اليومية، وامتدادها لفترة طويلة يؤدي حتما إلى تطورها لتصبح أمراضا نفسية. اضطرابات النفسية اللي يعيشها الإنسان الجزائري ليس الجزائري الوحيد الذي يعيشها، وإنما هذه الحالة مرضية يعيشها العالم كله. قلق واكتئاب مزمنين مرتبطين بالإنسان الحديث. نعم، الشعور بالتعب المتواصل والإنهاك في الحياة الاجتماعية ديالنا يقدر يؤدي بنا بزاف إلى أمراض اللي ما نقدروش نسناوها، ولا اضطرابات اللي ما نقدروش نسناوها، ولا ماناش حاطينها في الحسبان. بعض الاضطرابات النفسية ولا حتى بعض الاضطرابات الجسدية، يقولوا والله غير عندي الكولون، أولدي والله غير قلبي يضرب بزاف، راه حتى هي نحس بالفشلة، مانيش قادر، مانيش نرقد ولا حاجة هكذا. وي فهاد الأشياء كامل هي أمور نفسية، هي اللي خلاتها تكون، هي اللي خلات الإنسان ما يكونش مرتاح نفسيا. الإنسان اللي مصاب بالاضطرابات النفسية سيصعب عليه الالتحاق بمصاب عمله، سيصعب عليه أن ينتج في حياته اليومية، في حياته الاجتماعية. إذا فهي تكلفة اجتماعية وتكلفة مادية كبيرة جدا فيما يتعلق بالاضطرابات النفسية. بالرغم من الأهمية البالغة للصحة النفسية على صحة الإنسان، إلا أنها لا زالت تعتبر من المواضيع الحساسة لدى الجزائريين. يا الناس دير حسابات بزاف، سي بوغ سا لي دايره الضغوط طول عمرها. ولا بلا بسيكولوج بلا والو، اللي يحب يداوي روحه يداوي روحه بنفسه. بسيكولوج كي نقولوا كي تزير الحاله كاع كثر كاع ما لقاش الانسان وين الحق يروح للبسيكولوج. باسكو كاين كل واحد وكيفاش يشوف. انا نشوفها يعني طبيعيه نورمال، اللي يتعرض ضغوطات عنده ضغوطات برا في الدار مع الاهل يروح لطبيب نفسي عادي، ماشي عفسه اللي تحشم بيها ولا صحه بنادم عزيزه هكذا. ولازم انسان واش نقول لك، لازم كل 6 شهور ولا كل عام انسان يروح عند طبيب ولا عند بسيكياط يدير فيزيت جينيرال، فيزيت سيستيماتيك بيرون جينيرال باش يشوف الصحه تاعو. قولوا زعما انسان هكا تصيبو الصحة النفسية تاعو والو، يا خو المورال تاعو طايح ما عندو والو خويا، تسيبو هكا تجي تكسر مع صباح ربي من الناس قهوة معاه من في قهوة تلقى خو المورال تاعو طالع، المورال تاعو هابط، تسقسيه علاه يقول لك والله ما لا باهي صباح المورال تاعي هابط. هذاك برا هذاك صديبو انسان تسيبو موزوز يا خو، تسيبو يخمف بزاف صوالح يا خو، تسيبو قاتل روحو هو صغير يا خو. تابو ربو اللي هي صحة نفسية قادر يعالجها يا خو، يعالجها غير بالعقل يا خو، يقرا قرآن يتقرب لربي يا خو، يصلي منا فاهم منك يديق به من الناس على ساعه يخطف روحه يا خو، يحكم رونديفو عن طبيب ما فيها والو، بسيكولوج او تشاور معاه يتناقش معاه يا خو. بس الصحة النفسيه يا خو واعره يا خو، كما نقولوا زعما دوكا قادر تقتل روحك وانت صغير يا خو. ما هي اسباب ترسخ الصوره النمطيه عن العلاج النفسي لدى الجزائريين؟ ما هي العوامل التي تهدد صحتنا النفسيه؟ وهل نحن فعلا بالحاجه للمرافقه النفسيه؟ الجزائري تحوس تكون عنده ثقافه نفسيه، وين هاد الثقافه النفسيه باش اولا باش يعرف واش عنده، ثانيا باش يعاون الا كان عنده احد في الافراد العائله، عنده واحد باريزوب عنده اون ديبرسيون ولا عنده ان توك ان تروبل اوبسيسيون كومبولسيف ولا عنده اون فوبي سوسيال ولا عنده اللي عنده 40 سنه 50 سنه وهو بالصدمات النفسيه هذيك. هاد الاشياء كامل اللي يحوس دائما على الضوء، اللي يروح عند ام سيكياتر ولا ام سيكولوج معناتها مهبول. وهذه الحقيقه هذه ما يسمى الوصم الاجتماعي كبر عند الجزائريين، ولذلك نلقى بان الانسان الطلب الاجتماعي على الرقيه اكبر بكثير من الطلب الاجتماعي على عالم النفساني، رغم ان العالم النفساني المفروض انه عنده اجوبه، مفروض عنده اجوبه عقلانيه منطقيه، اجابات على وضعيات مختلفه لكن اجابات عقلانيه. يظهر بان الجواب العقلاني لانه نحن تقليديين بدرجه كبيره لا يقنع الجزائري. علاش الجزائري دائما يروح في سريه ما عندها بسيكولوج؟ كي يجي واحد ما يعرف، واحد ما يعلم،
واحد ما يقول حتى لواحد علاش، باسكو راه خايف من هذاك، هذيك البطاقه اللي لصقوها له. اه اسمعك مريض، لا بها كي تزعف ولا يدير سلوك ولا حاجه، لا بها كمل كمل الدواء تاعك، كمل كمل العلاج تاعك، غير روح لعندو او مازالك شويه كذا. فيخاف من هذه النظره تاعنا اللي ما نعاونوش المضطرب نفسيا، ما نساعدوش باش يتخلص من المشكله النفسيه تاعو. بالنسبه لثقافه زياره الطبيب النفساني، هذه ثقافه لابد ان تدرس في المدارس، لا يمكن، هو ايضا يداع لها في قنوات التلفزيون، ولابد ان تكون، ولابد ان محتوى الثقافه هذا يكون محتوى ايجابي مش سلبي، لانه للاسف ارتبطت صوره الطبيب النفساني بالهبال على الجزائريين بالجنون. وهنا جينيرالمون لي باسيون تاعنا ولاو يجوا بالتشخيص معاه، يقول لك اسمع انا رحت لعند فلان، ما نكذبش عليك، انا رحت لعند فلان، انا قريت عن كذا، انا رحت عند الراقي الفلاني، انا رحت كذا، وين حنا ولينا اخر حل بالنسبه لي باسيون هادو. علاش؟ باسكو يجوز عند الراقي، يجوز عند المشاود، يجوز عند الطالب، يجوز عندهم كامل، وبعد كي ما لقاش الحل يجي عندك. نبيل وبعد معاناته من الضغوط والاضطرابات النفسية قرر طلب المساعدة وأقر بحاجته للمرافقة النفسية من المختصين. ينتهج المختصون النفسيون استراتيجيات وأساليب متنوعة لتخفيف الضغوطات والأمراض النفسية التي تساعد الأشخاص على استعادة توازنهم وتحسين جودة حياتهم. لازم نعرفوا بلي مشاكل الصحة النفسية مرتبطة بالصحة الجسدية. بزاف ناس اللي يروحوا يديروا تحاليل طبية، يروحوا عند أخصائي، يحبوا يعرفوا شنو هو طبيعة أو نوع المرض اللي راهم يعانيوا منه، بصح ما على بالهمش بلي المرض اللي راهم يعانيوا منه يقدر يكون مشكل ديالو يكون نفسي. دونك هنا مازال ما ركزوش على العامل النفسي. وهنا بالتقنيات العلاجية تختلف، كل إنسان، كل حالة، كل اضطراب، كل شخص، التعاون تاعو كيفاش، اسكو يحكي ما يحكيش، اسكو باش يدير فيك ثقة ماشي سهل، باسكو يلقى صعوبات كبيرة باش يدير فيك ثقة، باش يحكي لك اسرار، باش يحكي لك مشكلات جنسيه مثلا انه يعاني منها، باش يحكي لك كما نقولوا انحراف جنسي ولا اشياء كذا جي صعيب. فلو فات كو نربحوا الثقه تاع العميل تاعنا تاع المريض تاعنا، فراح يكون العلاج بسلاسه عن طريق تقنيات علاجيه، ممكن حتى نستعملوا استرخاء، نستعملوا التنويم المغناطيسي، نستعملوا علاجات معرفيه سلوكيه، ممكن دي زيكزارسيس او تمارين يديرهم هو سيرتو بار اكزومبل في الدار ولا حاجه، ممكن نحطوه في وضعيات باش يتخلص من المشكلات النفسيه اللي راهو يعاني منها. ممكن الان تقنيه جديده راهي الان اللي هي لا ثيرابي كما نقولوا عن طريق لا رياليتي فيرتوال، وين حطوه يعني كاسك، وين حطوه يعيش هذيك اللحظه مثلا اللي يخاف من الطياره ولا حاجه، نخليوه هذاك في لا رياليتي فيرتوال يشوف يعيش كيفاش يدخل الطياره، كيفاش يفوت على الاخر، كيفاش يعيش هذاك الاحاسيس وهذيك المشاعر. فانا باش نعاونوا المريض باش يتخلص من الصعوبات ومن المشكلات النفسيه اللي راهو يعاني منها. العزلة تجعل الأفراد فرائس سهلة للاكتئاب والأمراض النفسية، وللعائلة دور جوهري في الوقاية منها. وميلنا نحن اليوم إلى الفردانية، بك احنا كنا وقت نفكر بتفكير جماعي، وكلنا نفكر بتفكير فردي وفرداني، وكلنا وحتى لاحظ معي حتى الإشهارات اللي تندار اليوم كلها إشهارات تقول فرد، ما تقولش جماعة. هذاك المصطلح الكبير اللي يستعمله جماعة تاع التنمية البشرية مع احتراماتي لهم، يقول لك أخرج الأسد الذي في ذاتك. أي أسد تتحدث فيه؟ الأسد الحقيقي موجود في المجموعة مش موجود في الأفراد، وهذا التنبيه وهذا التركيز على الفرد دون الجماعة كان سبب حقيقي في زيادة وفي تفشي هذه الآثار تاع الاكتئاب وتاع القلق. اليوم صرنا في بكري كنا نحكي على العائلة الممتدة. طبعا شو معناتها عائلة ممتدة؟ فيها الجد والجد والأعمام والإخوة وكلهم يعيشوا في وسط واحد، ما كانش هناك خصوصية فردية. الطفل هناك، الفرد هناك يقدر يفطر ويتعشى في أي مكان، الطفل هناك تحت مراقبة كل الأعمام، الأخوال، الجد كله. الفرد هناك لا يغيب وتحت المراقبة رغم السلبيات الموجودة في العائلة الممتدة، لأنه العائلة الممتدة عندها سلطة كبيرة على الأفراد، لكن أكبر فائدة فيها أن الفرد تما هناك مستحيل أن يعيش منعزل.
القولون العصبي والاكتئاب والوسواس القهري وغيره من الأمراض المماثلة الأكثر انتشاراً، والإحصاءات التقريبية تشير إلى أرقام مخيفة. مؤخراً ولينا نستقبلوا بزاف الوسواس القهري، ثنائي القطب، كذلك ولينا نستقبلوا اضطراب الاكتئاب، ولينا نستقبلوا اضطرابات ما بعد الصدمة، المشاكل الزوجية خصوصاً. المشاكل الزوجية هذه كانت في الأونة الأخيرة عامل هام في المجتمع خصوصاً. دونك العائلات الجزائرية أو عائلات المجتمع ديالنا يلقاو باللي بزاف من الأولاد ديالهم راهم يعانوا بنفس المشكل، بصح وشنو هو الحل ما على بالهمش. دونك الحل الوحيد اللي يقدروا يلجؤوا له هو الأخصائي النفساني اللي يقدر يلقى لهم، مانيش راح نقولوا نلقاو لهم حلول نهائية، مي راح نقدروا نساعدهم باش يتخطاو هذيك المرحلة. أن هناك إحصائيات تقول بأنه أكثر من ثلثي الجزائريين، أكثر من ثلث، يعني واحد من ثلاثة من الجزائريين مصابون باضطراب نفسي، وزاروا وفي منظمة جزائرية نسيت اسمها تقول بأنه هناك أكثر من 1.5 مليون جزائري زاروا مستشفيات المتابعة النفسية والاضطرابات النفسية. هذا يدل بأنه هناك مؤشر، يعني خلينا نقولوا خطير للصحة النفسية للجزائريين. كي نقولوا بلي مؤشر خطير لأنه الصحة النفسية للجزائريين ماهيش متعلقة بالجزائري كفرد فقط، وإنما متعلقة بالمجتمع. يعني نحكي على آثار هذه الاضطرابات النفسية على المجتمع، على حياتنا اليومية، ويظهر بأنه ستكون آثار سلبية جدا كبيرة، لأنه الملاحظ باتفاق كل الناس بأن حالات الاضطرابات النفسية في المجتمع الجزائري في تزايد ليست في تناقص. الفحص الدوري والتشخيص المبكر من أنجع الأسباب لتفادي هذه الأمراض المستعصية، كما أن تعميم ثقافة الصحة النفسية والاهتمام بها من طرف كل فئات المجتمع سيؤثر بشكل فعال على النهوض بالصحة العامة في الجزائر.